السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة برضك أنا جايب لكم موتوسيكل روك ستار، روك ستار 112. برضو أنا حبيت إن أنا أوريكم الموتوسيكل ده زي التاني، روك ستار 112. الخلقة بتاعته بالشكل الجديد بالوش، بس هو ملوش وش، وعامة بيبقى نازل كده. أنا جيت أسأل النهاردة التروسيكل دوت بيبقى ليه وش؟ قال لك لا هو نازل كده، يبقى ده روك ستار 112 تمام، بجزء الكشافات والنور الصغير مش توصل بالمساعدين بتاعته، المساعدين بتاعته العريضة تمام، روك ستار تمام هنا اهو، وليه مروحته، بس ده لسه ما اتحطش فيه بطارية ولا الكلام ده كله تمام. بطال مرش، نور صغير، نور عالي، ثلاث تكات، رعاش، قلاب نور، مكان الإشارات، مكان المروحة بتاعته برضو هنا اهي، زرار المروحة، كلاكسات، العداد بتاعه 140 برضو هنا اهو، العداد الجديد 140 تمام، مؤشر البنزين، الحرارة بتاعت الموتوسيكل تمام، نزود الكربراتير العريض، السربنتينة بتاعته تمام، منافلة اتنين، فرامل، فردة التلاكس اللي هي الفي ام تمام، الشاسيه بتاعه، الشاسيه بتاعه هنا اهوت. نزود برضه مساعدين خلفي غير مساعدين اللي عليي غير الجايات تمام، جوز مساعدين برضه هنا هيت، رفع للصندوق تمام، فرامل وكل حاجة، وجوز الشدادات، الشدادات هنا هيت تمام، عمود الكردان، شكمان رفيع، بطاريته هنا هي بس لسه في كرتونتها هنا اهي تمام، برضو في حد الصندوق ده الشكل الجديد بتاعه، شكل الصندوق من جوه ستار 112. هو ده الصندوق بتاعه، الصندوق الكبير تمام، نفس النقشة، نقشة الكاوتش خشنة متتاكلش بسرعة، نقشتها خشنة برضو، رفارف تمام، فرامل اليد، فرامل اليد تمام، فرامل اليد، الكرسي بتاعها برضه مختوم روك ستار 112 أربع نجوم، أربع نجوم تمام، برضه هنا اهوت مختوم فحل، الماتور القديم، بوكس، وجوه ورا، ده قدام، التروسيكل ده 200 يا جماعة، مكتوب حتى على المارش، 250، 200، بس كده محتاج السرد ده تمام. برضه عشان ما نطولش عليكم، ده اتنين فتحة، يعني الباب ده بابين مش باب واحد، ده بابين، لو انت عايز تشيل الضلفة اللي قدام او الضلفة اللي ورا تتشال. انا برضو في حماية هنا للكشافات اللي ورا،
حماية هنا تمام هنا اهو، دي ضلفة والتانية ضلفة. يعني لو عايز افصل الضلفة ديت عايز اشيلها خالص بشيل البنزين وبيبقى نص، بيبقى مفتوح معايا نص. برضه لو عايز اشيل البلطة دي بشيلها، دي ناس ديت بشيلها، يبقى معايا صندوق نص مش كبير. برضه عشان ما اطولش عليكم ما تنسوش تدعموني بلايك وما تنسوش اشتراكاتكم، باذن الله اوصل لكم كل جديد كل جديد. خليكم معايا برضه، بص بص انا هبص اخر مره كل غير مره. أقول لك على حاجة، استنوا مني الجديد، سلام.